أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شرعت في التوصل لخطوات عملية ومبتكرة لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية. وخلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد مدبولي على أن مصر وضعت وتنفذ مخططا طموحا لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة. كما أعلن رئيس الوزراء إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال أولاً الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والذي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال ولا الحصر: واحد، وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030. 2. إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية. 3. إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.